معي عبر الهاتف من باريس دكتور زياد الماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور زياد. بهذا الموضوع، موضوع العامري تحديدا، كيف تابعته من خلال كل المعطيات التي لدينا اليوم؟ ما أبرز ملفتك؟ نتحدث عن قتل أبرز مشتبه به طبعا، نتحدث عن عائلته، تتحدث لأخبار الآن بأنه كان يهدف فقط لتحسين الوضع المعيشي لعائلته وهو يحب الحياة. ابن شقيقته اعترف بأنه خاله كان أمير مجموعة متطرفة تنشط في ألمانيا. مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك ما أصبح عوامل مشتركة بين أكثر من شخص يرتكبون هذه الأعمال، يبدأون حياتهم بسعي ما وراء رزق أو وراء هوية يبحثون عن تكوينها. بعضهم يتعرض لضغوط نفسية، يكون لديه حالات ضعف. حالة السجن التي تصيبهم بعد جناية أو جنحة ارتكبوها تعرفهم داخل السجن إلى أشخاص يؤثرون عليهم ويستقطبونهم لصالح شبكات جهادية أو إرهابية. لذا قيل بأنه تطرف داخل السجن. نعم، وهذا كان حال أيضا الأخوان كواشي مثلا في فرنسا، وحال كثر آخرين يلتقون بأشخاص داخل السجن لديهم قدرة تأثير على من يبحث عن هوية، على من يبحث عن نجاح ما، على من يريد أن ينتقم من فشل، من ظلم، من كثرة من الأمور، ويكون التجنيد في السجون. وهذا في ذاته تحدي أساسي أمام أجهزة الأمن والشرطة في أكثر من بلد، هو كيفية التعامل مع السجون ومع بعض المساجين داخلها. نعم، بموضوع التنسيق الأمني بين الدول، عندما نقول بأنه المغرب كانت قد حذرت السلطات الألمانية من أنه العامري قد يشكل تهديدا كبيرا على أمن البلاد أو تهديدا محتملا على أمن البلاد، نعم، تحت أي بند يندرج هذا تحت التنسيق بين الدول؟ أين الخلل؟ ألمانيا لم تتنبه؟ نعم، يعني هناك دائما في أوروبا ينبغي التفكير بمشكلتين. الأولى مرتبطة بضعف التنسيق بين أجهزة الأمن الأوروبية رغم وجود اتفاقيات ورغم التعاون، وبعد رفع الحدود بين أكثر من دولة هناك شكوى من نقص في تبادل الملفات الأمنية والمعلومات، وهذا مرده إلى قوانين مختلفة داخل الدول، إلى بعض الممانعات داخل أجهزة الشرطة أحيانا والأمن في إشراك آخرين بملفات وبتتبع مشتبه بهم. المسألة الثانية مرتبطة أيضا بعمل المخابرات التي أحيانا حين لا تعتقد أن التنفيذ العمل قريب تبقي أشخاصا مشتبها بهم تحت المراقبة من أجل التعرف على علاقاتهم وعلى الشبكات التي يمكن أن يكونوا دائرين فيها. بالتالي توقيف شخص قبل الشعور بأن الخطر محتق يقطع إمكانية التعرف على شبكة كاملة يمكن أن يعمل خلالها. تم التعرف على شبكة الآن ولكن تمكن من تحقيق هدفه وقتل المشكلة الناس. طبعا المشكلة هي في التوقيت، أحيانا يفاجئ الشخص الأجهزة التي تراقبه وينفذ العملية قبل أن تكون قد توقعت ذلك. طيب، بعض الأجهزة الأمن العربية وتحديدا المغاربية ليست المرة الأولى التي تحذر وتقدم معلومات. في بلجيكا جهاز الأمن المغربي هو الذي ساعد السلطات البلجيكية منذ فترة على التعرف على. طب اليوم بعد هذه الأيام القليلة المتتالية التي نتحدث عنها عن إرهاب بعد نهاية هذا العام، تونس تعلن توقيف خلية مرتبطة بمنفذ اعتداء برلين العامري المشتبه الرئيس. ميركل تلوح بإجراءات شاملة سريعة لكافة أبعاد هذا الهجوم. فرنسا تقول بأنه خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا. دكتور زياد. نعم، عم بسمعك، تفضلي. لا، هذه كانت النقاط، يعني ما تعليقك عن أي وقت نتحدث هنا، يعني عن أي درجة من المخاوف من الخطر الحقيقي؟ طبعا هناك مخاوف وأخطار حقيقية، وكل فترة هناك عملية تجري وتباغت أجهزة الأمن، لكن هذا لا ينبغي أن يدفع الناس للشعور الدائم بالخوف أو بالقلق، وإذا كان يولد عنصرية في الكثير من الأحيان ضد الأوروبيين المسلمين الانتماء أو ذو الأصول المهاجرة من بلدان مسلمة، فهو في المقابل يؤدي أيضا إلى بعض حركات التضامن معهم
لكي لا يكون هناك مبالغة وتعميم وأن يشمل ملايين أشخاص بهذه الاتهامات. لكن بلا شك التهديد قائم وله جذور اجتماعية خاصة بأوروبا، له جذور سياسية خاصة بالشرق الأوسط، وله مشاكل مرتبطة بالأشخاص أنفسهم وب يعني مسارهم في الحياة. واضحة وليست الفكرة. المرة الأولى التي يقع فيها إرهاب. طبعاً. لكن أنا أشكرك واصل الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور زياد الماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس.